قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انطلاقا من واجب الاعتصام وإدراكا منا لما تقتضيه المرحلة من ضرورة التكاتف ووحدة الصف وجمع الكلمة، وتزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة الشام المباركة. نبشر أهلنا في شامنا الحبيب باندماج فصيلين من فصائل الثورة: حركة أحرار الشام الإسلامية وألوية صقور الشام، اندماجا كاملا تحت مسمى حركة أحرار الشام الإسلامية، والقوة المركزية للتشكيل الجديد تحت مسمى كتائب صقور الشام. ونؤكد في هذه المناسبة الثبات على مسار ثورتنا والعمل على إسقاط النظام المجرم برموزه وأركانه كافة، ورفضنا المساومة على دماء شهدائنا الأبرار. ونهيب بفصائل الشام كافة المبادرة إلى الاعتصام والتوحد لإنهاء معاناة شعبنا وبناء سورية العدل والإحسان. والحمد لله رب العالمين.